تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروس. هذه النسخة للاستماع الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروس. لتنفيذ جميع الشيلات والزفات والقصائد بالأسماء. هذه النسخة الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. صوت الجدايل أسدلت وبوش اللي أسفلت عن أحلى نظرة الهبط يكن بها وفي العلم الشيخ تمت الشيوخ الخطوة ميسي شموخ أطوها برهب ما ينوخ كل شيء ينفشي وبنات أهالين وصلت مثل المغاتر انزلت نورا والسارة اللي اختلت وخلود من طيب الكلم تركز كما ترتبين وتمايلش فلو يمين ووضحت بارك بالسنين فرحتها في أجمل حلم. هذه النسخة للاستماع فقط أفراح العروس. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروس. تم التسجيل هذه النسخة للاستماع يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروس. هذه مسالي ونروح لها الساحة نوصلها ناصر منه يطولها مهرك هذا الغالي الاسم يوم الجمارة شلشت عيوني مهرك جملت عذب السجاية انزلت من جود ومناصر تنم مهرضة هايز القصيد واللي تمنع بالوصيد انساسي قوم اللي العضيد واللي نخاهم يحتزن. هذه مسالي الاستماع فقط تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. يكن بها وفي العلم الشيخ تم بنت الشيوخ حزت نواميس الشموخ أبوها مرهب ما ينوخ عن كل شيء يحكي وبنات أهالين وصلت مثل مغاتر انزلت نورا والسارة اللي اعتلت وخلود من طيب الكلم تركز كما ترتبين وتمايلش مالو يمين والوضح تبارك في السنين فرحتها في أجمل حلم. هذه النسخة للاستماع فقط تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروس. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة أغلى قمر زان المساء وطحى ويدون النساء وكل السنة يلي اكتساد زين المحي المكتسب أذت ملامح أمها بطبعها في رسمها عند الغزل طرف المها مثل في أسرارها والسعادة تلت أبا المواعد مكملت في كل حاضر واجملت في الأماني بالختم يوم السعادة تكللت أبا المواعد مكملت في كل حاضر واجملت في الأماني بالختم 4-8 باستديوهات أفراح العروس. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين.
لتنفيذ جميع الشيلات والزفات والقصائد بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02 للاستماع فقط، لستم ولكن الأفضل، أو من خارج المملكة 00-966-53-33-48-02.